بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ومحبي الكرة الطايرة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من استديو قناة النادي الأهلي ومتابعة مباراة الكرة الطايرة بين النادي الأهلي ونادي الترسانة بصالة الأمير فيصل ابن عبد الله بفرع النادي الأهلي بالجزيرة. نتابع معا مباراة الكرة الطايرة في الدوري الممتاز، ومعكم محدثكم دكتور مروان صالح، وأمام حضراتكم نهاية الإحماء، الضربات الساحقة بين الفريقين. النادي الأهلي على إيدك اليمين بزيه الأحمر أو الفانلة الحمراء والشورت الأبيض، وهيبقى على إيدك اليسار أهو بيتمرن نادي الترسانة بالزي الأزرق. وتمنياتنا بالتوفيق للنادي الأهلي. الأهلي فاز في الجولة الثالثة، فاز في الجولة الأولى على نادي بنها، والجولة الثانية على نادي اسكندرية البترول 3-0 3-0، ومتصدر مجموعته بست نقاط اللي هي المجموعة الثالثة. الأهلي الأول ست نقاط، الثاني بتروجيت مركز الثاني، الثالث ترسانة ست نقاط سوري، الثالث بتروجيت مركز الثالث، الرابع مصر البترول ملوش ولا نقطة، اسكندرية البترول ملهاش ولا نقطة، وبنها السادس بدون النقاط. الأهلي طبعا صاحب البطولات والإنجازات والبطولات الأفريقية، وطبعا راح كاس عالم للأندية أبطال دوري أفريقيا، وطبعا طبعا صاحب بطولات المحلية في الدوري الممتاز وكاس مصر. الأهلي لديه 63 بطولة، 25 دوري عام، 14 كاس مصر، 12 أبطال أفريقيا، 6 كاس الكؤوس، 6 بطولة عربية. 63 بطولة الأهلي، وإن شاء الله تكون هذه البطولة الدوري الممتاز ألف البطولة رقم 64 للنادي الأهلي. وطبعا لسه في بطولات جاية قبل نهاية هذا الموسم، منها البطولة العربية إن شاء الله اللي هتستضيفها مصر للأندية في فبراير إن شاء الله القادم. واتحاد الكرة الطايرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعت لخمس أندية الأوائل للدوري الممتاز الموسم الماضي، وهي الأهلي والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري وتقريبا طلبوا طلائع الجيش. خمس أندية دول هم الترتيب العام، وبعت لهم ان اتحاد الطايره كره الطايره الاشتراك في البطوله العربيه ان شاء الله في فبراير القادم، اللي بيعقد اجتماع الاتحاد العربي حاليا في الكويت، والمهندس ياسر قمر نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري. الفرقتين في ارض الملعب، البروتوكول الرسمي للمباراه، فرقتين على خط النهايه، كل فريق في ملعبه. ادي النادي الاهلي على ايدك اليمين بزيه الاحمر، وادي النادي الترسانه بزيه الازرق، وادي التحيه، وادي البروتوكول، وهيطلعوا هيندم مذيع الداخلي على اسماء اللاعبين وارقامهم. ويدير هذا اللقاء الحكم الدولي ايمن الذهبي اهو امام حضراتكم طالع، سكرتير عام منطقه الكره الطايره لمنطقه القاهره، وحكم حكمنا الدولي، ويعاونه رامي شاهين الحكم رقم 2 او الحكم الشبكه، انا بقول عليه حكم الشبكه. وادي نادي الترسانه وكابتن نصر علي مدير الفني ومحمد مدبولي بيحاولوا يختاروا، وادي لعيبه النادي الاهلي اهو احمد صلاح وعبد الله عبد السلام الفتى الاسمر، وهنشوف تشكيل النادي الاهلي امامنا اهو. ادي عبد الله عبد السلام رقم 2 معد الفريق، احمد صلاح رقم 4 في مركز 2 امام حضراتكم على ايدك اليمين، عبد الرحمن سعودي رقم 5، وادي بيلعب في مركز 3، وادي رقم 16 محمد عبد المحسن ايضا في مركز 3، و والليبرو الفريق محمد رمضان رقم 7 طبعا خرج، وموجود في ارض الملعب اهو الكابتن احمد صلاح، كابتن عبد الله، كابتن احمد سعيد رقم 16، رقم 18 بيلعب في مركز 4، ادي 15 خارج محمد عبد المحسن، ونزل ادي الليبرو رقم 7 اللي بقول لحضراتكم عليه محمد رمضان. انا مش سامع يا على ايدك اليمين، وادي نادي الترسانه على ايدك الشمال، وادي الحكم الثاني رامي شاهين بيدي اشاره البدء والارسال مع نادي الترسانه، واشاره من ايمن الذهبي بلعب الارسال، استقبال قوي واعداد ومحاوله كده من عبد الرحمن سعودي بيحاول يجيب النقطه الاولى، ولكن في دفاع من نادي الترسانه، نادي الترسانه، وادي حائط صد من نادي الترسانه، يلا نعوض النقطه الاولى لنادي الترسانه. ترسانه 1 الاهلي لا شيء، والارسال مع نادي الترسانه على ايدك اليسار، استقبال الكره
ادي عبد الرحمن سعودي، وادي عبد الله عبد السلام، وادي احمد صلاح، وادي استقبال اعداد ومحاوله بضرب ذراع الايسر من احمد صلاح، ولكن في حائط صد. نخلي بالنا من حائط الصد الجماعي والفردي يا جماعه، اللي في مركز 2 واللي في مركز 4. 2 ترسانه الاهلي، لا شيء اهو، احمد صلاح طالع تقريبا ضربها ضعيفه فما جت في حائط الصد. ادي استقبال تاني احمد سعيد واعداد، يلا بقى ومحاولة مرة تانية واستقبال من النادي الأهلي. عبد الله عبد السلام بقى وبيضرب كده عبد الرحمن سعودي، ولكن في دفاع عن الملعب من نادي ترسانة مرة تانية. عبد الله عبد السلام وأحمد سعيد ويجيب النقطة الأولى. يا ولد يا أحمد، أحمد سعيد رقم 18 بيضرب من مركز 4 وبيجيب النقطة الأولى للنادي الأهلي. أهي أمام حضراتكم بالمقاس، وأحمد طالع وضارب وحائط صد طبعا من نادي ترسانه غير موفق. وادي عبد الله عبد السلام نقطه ايس وبيجيب النقطه الثانيه ونقطه التعادل. الفتى الاسمر عبد الله عبد السلام احسن معد في افريقيا. عبد الله اهو الفتى الاسمر، ثنائيات هو واحمد صلاح. 2-2، 2 الاهلي 2 ترسانه. وادي عبد الله عبد السلام يا ولد، دفاع خارج الملعب من رقم 14 من ترسانه جلال محمد ابو العلا، ونقطه ثالثه للنادي الاهلي. 3 الاهلي 2 الترسانه، والكلاكيت ثالث مره. عبد الله عبد السلام على الارسال، عبد الله يلا يا عبد ايس النقطه الرابعه، النقطه الرابعه 4 النادي الاهلي 2 الترسانه. عبد الله لعبها تكتيكي كده اهو، ارسال ساحق مع الوزب ولعبه كده في المنطقة الفاضية عند الليبرو رقم 16 من نادي الترسانة اللي هو عبد الهادي محمود. وادي نقطة، وادي محاولة تانية من عبد الهادي ودفاع عن الملعب، وادي حائط صد زوجي ناجح من أحمد سعيد وعبد الرحمن سعودي في مركز 4 والنقطة الخامسة. 5 الأهلي 2 الترسانة، والأهلي طبعا من ساعة ما خد الإرسال ما انقطعش بإذن الله. وادي ارسال مع عبد الله عبد السلام، ارسال دفاع عن الملعب واستقبال مره ثانيه. تاتش بلوك، تاتش بلوك، حكم ايمن الذهبي مش هقول عليها تاتش بلوك، ونقطه لنادي الترسانه النقطه الثالثه. اهو طالع رقم 2 عمر اكرم وبيضرب في منطقه وبيجيب النقطه الثالثه. ارسال مع الترسانه خارج الملعب، خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي النقطة الخامسة الستة، سوري النقطة الستة. 6 الأهلي 3 الترسانة، دبل سكور. أحمد سعيد على الإرسال رقم 18 هيلعب إرسال من أعلى مع الوزن، يلا يا ولد خارج الملعب يا أحمد، معلش المرة دي الجايات أحسن من الرايحات. 4 الترسانة، أدي الكابتن ناصر علي رقم 20 على الارسال، محمد سليمان الاباصيري من نادي الترسانه بيلعب ارسال قوي خارج الملعب، محدش احسن من حد. والنقطه السابعه للنادي الاهلي، 7 الاهلي 4 للترسانه. وادي الكره معاده اهي، ارسال خارج الملعب قوي جدا خارج الملعب. فالارسال مع عبد الرحمن السعودي رقم 5 من النادي الاهلي، استقبال قوي، اعداد وحش واستقبال وحش من رقم 10 من الترسانه، والنقطه رقم 8. طبعا احنا عارفين ان تم الغاء الاوقات المستقطعه الفنيه في المباراه اللي هي كانت عند النقطه 8 وكانت عند النقطه 16، وفاضل الاوقات المستقطعه للمدربين اللي هي 2 لكل فريق في كل شوط، ولسرعه اللعب يعني سرعه وجمال اللعبه هم عملوا كده. النقطه التاسعه للنادي الاهلي، 9 الاهلي الترسانه 4. وادي اهو بص طالع وفور باس يعني 4 كرات وجت في الشبكه واتلعبت. طلب نادي الترسانه الوقت المستقطع الكابتن ناصر علي، وادي الكابتن محمد مصلحي ميدو مدير الفني للنادي الاهلي مع اللعيبه اهو بيتشاوروا على بعض الاخطاء اللي موجوده وترتيب اللعب عشان يبقى في فارق ما بينه وبين نادي الترسانه عشان يحاول ياخد الشوط الاول لصالح. انتهى الوقت المستقطع لمدته 30 ثانيه، والنتيجه 9 الاهلي 4 الترسانه، والارسال مع النادي الاهلي عبد الرحمن سعودي
عبد الرحمن سعودي بيلعب في مركز اربعات، بيلعب هيلعب الارسال، ارسال من اعلى يا عبد الرحمن، ومستنى اشاره الارسال من حكمنا الدولي ايمن الذهبي. ارسال عبد الرحمن، استقبال اعداد ومحاوله، ولكن حائط صد من النادي الاهلي، خرجت بره الملعب، ونقطه لنادي الترسانة. النقطة الخامسة، الترسانة خمسة، تسعة النادي الأهلي. الإرسال مع نادي الترسانة، الأباصيري على الإرسال، استقبال قوي، إعداد عبد الله عبد السلام خلفي لأحمد صلاح، وحائط صد مرة تانية، دفاع عن الملعب، وادي رقم 22 من النادي الأهلي أحمد عزب أهو، ومحاولة تانية، ضربة ساحقة خلفية من أحمد سعيد، وبيجيب النقطة رقم 10، ويتقدم النادي الأهلي 10-5، دبل سكور. أحمد عزب خاف من هو يصطدم بزميله، فهو رفع رجليه بعد ما لعب الكورة. أحمد صلاح على الإرسال، 10 الأهلي، 5 الترسانة، وزراعة أيسر، ومحاولة من دفاع الترسانة، وضرب ساحقة خارج الملعب، ولكن حسبها الكابتن ايمن دهبي داخل، هي داخل الملعب، ممكن تكون جت في الخط بتاع خط النهايه. 6-10 اهي، اهي نتابع الكوره معانا اهي، ان حتى احمد سعيد مشاور عليها، لاعب النادي الاهلي مشاور عليها. رقم 14 جلال محمد ابو العلا على الارسال، وتيجي في الشبكه وتبقى خارج الملعب، ونقطة للنادي الأهلي، النقطة رقم 11. 11 الأهلي، 6 للترسانة، والشوط الأول اللي لسه جاي قدام قناة النادي الأهلي. 11-6 في الجولة الثالثة، مباراة الأهلي والترسانة، كرة الطايرة الممتاز ألف، والإرسال مع النادي الأهلي أهو، بيلعب قوي من أحمد عزب، وأدي محاولة تانية، وأدي ضربة صاحك من أحمد صلاح. أحمد صلاح بيقول إن هي إن، والحكم بيضحك وبيتكلم مع مراقب الخط، ومراقب الخط رافع إن هي بره، وحسبها الحكم أهي. أحمد صلاح طالع أهي، طالع وضارب أهي، بره فعلا، بره، جاية بره الملعب، وأدي ضربة ساحقة من النادي الأهلي، أحمد سعيد رقم 18 يا ولد، ويجيب النقطة 12. 12 الأهلي، الترسانة 7، على الإرسال رقم 16 محمد عبد المحسن، محمد عبد المحسن لاعب النادي الأهلي في مركز 3، هيلعب الإرسال، وادي الأهل، وادي في انتظار كده من لعيبة الترسانة، محمد عبد المحسن إرسال قوي فني تكتيكي ملعوب، الاستقبال الصوابع ده بيبقى وحش، ويبقى نقطة للنادي الأهلي، النقطة 13، محمد عبد المحسن كلاكيت تاني مرة. بص ارسال، وفي استقبال بصوابع وبتطلع بره، محمد عبد المحسن هيلعب ارسال من اعلى، استقبال تاني صوابع، اعداد، ضربه ساحقه ومحاوله من النادي الاهلي، ولكن دفاع عن الملعب يعني مش بطال، ولكن تبقى نقطه لنادي الترسانه. اهو ادي الدفاع، وخدت من حائط الصد، وحاول محمد عبد المحسن يطلعها، ولكن ما لحقش. والإرسال مع الترسانة 12، هيلعب إرسال عبد الرحمن محمد، إرسال من أعلى أهو خارج الملعب، إرسالات كتير قوي خارج الملعب، دي الكرة الثالثة، إرسال ثالث من نادي الترسانة، والأهلي عمل إرسال واحد بس خارج الملعب، وأدي النقطة 14، الأهلي 8، الترسانة، وفارق 6 نقاط، عبد الله عبد السلام الفتى الأسمر، ارسال من اعلى عبد الله خارج الملعب. يا عبد الله ما تلعبوش قوي يا عبد الله، حسدناك ولا ايه؟ ارسال مع الترسانه 9، الترسانه الاهلي 14 في مباراه الكره الطايره الدرجه الاولى الممتاز الف الدوري الممتاز. ادي اهو استقبال احمد عزب واعداد، وبيضرب احمد سعيد من مركز 2، وبيجيب نقطه 15، ورايع على الارسال،
احمد سعيد. ارسال احمد سعيد، استقبال، اعداد اهو، ادي محاوله من نادي الترسانه، دفاع عن الملعب عبد الله عبد السلام، واحمد سعيد بيعيد وبيعدي احمد صلاح الكره صوابع مره ثانيه خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 16. 16 الاهلي، 9 لنادي الترسانه. هم بيدي الوقت المستقطع، طلب اعتقد الكابتن نصر علي مدير الفني للنادي الترسانه، وقت مستقطع ليه، ده الوقت المستقطع الثاني. لا ما طلبش، ده زماره بتاعت الوقت المستقطع على فين المباراه، ولكن ما بتمشيش يعني، ما بتتخدش او ما بتتنفسش. احمد سعيد يلعب ارسال قوي، استقبال، وادي محاوله ثانيه من عبد الله، وضربه ساحقه من احمد صلاح بذراعه الايسر، ولكن خارج الملعب، ونقطه للنادي الترسانه. الترسانه على الارسال رقم 20، محمد سلمان الاباصيري هيلعب ارسال من اعلى، استقبال، عبد الله عبد السلام، احمد عزب بيضرب، ولكن في حائط صد، ودفاع عن الملعب مره ثانيه، واعداد من الترسانه بيضرب، حائط صد زوجي من احمد عزب وعبد الرحمن سعودي، ولكن خارج الملعب، ونقطه لنادي الترسانه، النقطه 11. 11 الترسانه، 16 الاهلي. ترسانه على الارسال، الاهلي بيستعد لاستقبال الارسال، تعليمات عبد الله عبد السلام. من اكبر اللعيبه في الملعب هو واحمد صلاح، الاثنين مرافقين بعض، من يعني اقصد زملاء في الملعب من 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 من, من, من فريق ال من اول نادي الناشئين، من اول منتخب الناشئين 2001. ادي عبد الرحمن سعودي على الارسال رقم 5، استقبال خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 18. 18 الاهلي، 11 ل الترسانة. عبد الرحمن سعودي على الإرسال رقم 5. عبد الرحمن بيلعب في مركز 3. عبد الرحمن ما تعديش يا عبد الرحمن. وطلب وقت مستقطع الكابتن، أو في تغيير لنادي الترسانة، سوري، تغيير لنادي الترسانة. هو بيقوي هجومه طبعا، عاوز يقلل الفارق، ولكن هو الفارق فيه 6 نقاط. وادي حائط صد ونقطه للنادي الاهلي، حائط صد خارج الملعب، والنقطه رقم 19. والاهلي 19، تغيير ثاني، رقم 7 اهو مع رقم 1، عمر نادر مع احمد محيي في نادي الترسانه. واحمد صلاح على الارسال، احمد صلاح بيستعد لانتظار صافرة الحكم الدولي أيمن الذهبي. وادي إرسال قوي، استقبال، ومحاولة من نادي الترسانة. وادي النادي الأهلي جت في محمد عبد المحسن، وردت إلى ملعب الترسانة، وخطأ على النادي الأهلي، شبكة، والنقطة 13 الترسانة، 19 النادي الأهلي. ادي ارسال ضايع من نادي الترسانه، زي ما قلنا في ارسالات، ادي 4 ارسالات اهو، وصلنا لاربعه او 5 ارسالات ضايعه من نادي الترسانه، والنقطه 20، النادي الاهلي متقدم عن الترسانه بفارق 7 نقاط. احمد عزب على الارسال رقم 22، احمد بيلعب ارسال قوي، بيلعب في مركز 4 احمد عزب، ونقطه للنادي الاهلي في دفاع نادي الترسانه اهو في الاعاده بين امام حضراتكم اهو، هذه اول كوره، ادي الثانيه، الاعداد وحش، وطبعا هو لمس الشبكه وهو طالع يعد الكوره بايد واحده. احمد عزب على الارسال،
ارسال من اعلى خارج الملعب من الاباصيري او من جلال محمد ابو العلا رقم 14 والنقطه 22 للنادي الاهلي. اهو ارسال ايس من احمد عزب وبتيجي في جلال تبقى خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي. ادي الوقت مستقطع طلبه النادي الترسانه الثاني ليه اعتقد او طبعا متضايق كابتن نصر بفارق السكور 9 نقاط. محاوله مره ثانيه من احمد عزب على الارسال اهو عايز يجيب احمد عزب على الارسال من اعلى مع الوزن بيلعب ارسال فني كده وبيصوبه ناحيه المكان الفاضي ومحاوله من النادي الاهلي وادي في خطا من نادي الترسانه لاعب لمس الشبكه والنقطه 23 وفرق 10 نقاط للنادي الاهلي 10 23 للاهلي 13 للترسانه. اهي احمد صلاح طالع وادي اللاعب لمس الشبكه وهو نازل لاعب اهو بيشاور عليه الحكم ونقطه للنادي الاهلي وادي ارسال استقبال من نادي الترسانه محاوله مره ثانيه نقطه للنادي الترسانه دي جت في ارض الملعب معلش نقطه 14 14 الترسانه 23 للنادي الاهلي الشوط الاول ارسال من النادي الترسانه استقبال الاهلي اعداد عبد الله واحمد محمد عبد المحسن بيضرب احمد سعيد بيضرب ويجيب النقطه 24 24 النادي الاهلي 14 نادي الترسانه فارق سكور 10 نقاط طبعا عالي جدا فارق السكور والارسال مع النادي الاهلي محمد عبد المحسن رقم 16 عبد المحسن بيلعب ارسال قوي نقطة وينتهي هذا الجيم لصالح النادي الاهلي ومحاولة ولكن النقطة المرة دي لنادي الترسانة 15 الترسانة 24 النادي الاهلي في تغيير كده لنادي الترسانة 2 لعيبة 2 داخل مكان 1 و12 داخل مكان 11 2 مكان 1 و12 مكان 11 اسلام عبد الرحمن محمد وعمر نادر وعمر اكرم ادي ارسال رقم 12 عبد الرحمن محمد بيلعب ارسال ويضيع الارسال والنقطه 25 والشوط الاول للنادي الاهلي 25 15 25 15 وفاصل فاصل ونعود لحضراتكم في الشوط الثاني ان شاء الله. نحييكم مرة تانية من قناة النادي الأهلي لنتابع معا مباراة الكرة الطايرة بين فريقي النادي الأهلي والترسانة في الجولة الثالثة في دوري الكرة الطايرة الممتاز ألف والأهلي على إيدك اليسار هيبقى النادي الأهلي على إيدك اليسار والنادي الترسانة على إيدك اليمين بزيه الأزرق والأهلي طبعا بزي المعتاد الأحمر والنتيجة في الشوط الأول 25-15 طبعا فارق 10 نقاط واضح طبعا فارق النواحي الفنيه والنواحي البدنيه والنواحي الخططيه وادي امامنا لاعيبه النادي الاهلي اهم مع احمد صلاح رقم 4 18 احمد سعيد 16 محمد عبد المحسن احمد عزب رقم 22 وعبد الله عبد السلام رقم 2 و16 محمد عبد المحسن والليبرو محمد رضا وادي حكمنا الدولي ايمن الذهبي بيدير هذا اللقاء وعلى ايدك اليمين فريق نادي الترسانه اهو بزي والازرق وهم بينزلوا الملعب رقم 9 كريم احمد معتز 10 محمد احمد رغب هو تقريبا غير التشكيله في الشوط الثاني رقم 1 عمر نادر وادي رقم 12 عبد الرحمن محمد وادي الليبرو نادي الترسانه اللي هو رقم 16 عبد الهادي محمود وامامنا النادي الاهلي، النادي الاهلي متقدم الجوله الثالثه في الكره الطايره اللي لسه جاي امام شاشه قناه النادي الاهلي، الاهلي في الاسبوع الثالث ومتصدر المجموعه الثالثه برصيد 6 نقاط يليه نادي الترسانه ب6 نقاط وبتروجيت بنقطتين ومصر البترول بلا نقاط واسكندريه للبترول بلا نقاط بنها بلا نقاط في المركز السادس.
طبعا هو الدوري ده اول مره يتلعب بحاجه اسمها المرتبط تحت 15 سنه، هو دوري السيدات هيلعبوا هذا الدور، ثم هيلعبوا بعد كده هيصعدوا، هياخد اربع من كل مجموعه، هم اربع مجموعات وبيقام اليوم 12 مباراه. وادي النقطه الاولى للنادي الاهلي عبد الله عبد السلام، وارسال قوي وناجح. والنقطه الاولى قلنا المجموعات اربع مجموعات، كل مجموعه يطلع منها اربع فرق وهتكون 12 فريق ونقسمهم مجموعتين سته في كل مجموعة، وهناخد الأربعة الأوائل ده في الدور قبل النهائي، هنلعب الأربعة الأوائل من مجموعتين، دوري من دور واحد، دوري من رايح جاي، سوري، هيبقى من دوري رايح جاي، وناخد الأربعة الأوائل. وضربة ساحقة من أحمد صلاح في مركز اثنين وبيجيب النقطة الثانية للنادي الأهلي. أربعة من كل مجموعة ونعمل الترتيب أو الأدوار النهائية من واحد لثمانية لتحديد الترتيب من واحد لثمانية. ادي ارسال من اعلى من عبد الله عبد السلام، وارسال قوي، والكلاكيت مرت ثالث مره، وادي محاوله مره ثانيه، حائط صد فرق زوجي احمد سعيد وعبد الرحمن سعيد وعبد الرحمن وعبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن عبد الرحمن سعودي سوري. ونقطه رقم ثلاثه، وثلاثه لا شيء للنادي الاهلي. الاهلي على ايدك اليسار امامنا شاشه قناه النادي الاهلي، وادي ارسال وادي اعداد ومحاوله من احمد سعيد ان هو يرجع كره، بالفعل نجح، وفي خطا شبكه على نادي الترسانه. والنقطه الرابعه، النقطه الرابعه للنادي الاهلي، اربعه لا شيء. الفتى الاسمر عبد الله عبد السلام، عبد الله على الارسال، هيلعب ارسال من اعلى مع الوزن، ضيع الارسال يا عبد الله. ليه يا عبد الله؟ ليه يا عبد الله؟ واحد أربعة، وده الكابتن ميدو محمد مصالح ميدو، لقطة كده من مخرجنا. وادي محاولة مرة تانية، وادي ضربة ساحقة من أحمد سعيد في مركز اتنين وبيجيب النقطة الخامسة. خمسة النادي الأهلي، واحد الترسانة. أهو ضربة قوية، أحمد سعيد على الإرسال رقم 18. أحمد سعيد هيلعب إرسال من أعلى، أهي جت في الشبكة وخارج الملعب وضيع الإرسال. نقطة لنادي الترسانة، اثنين الترسانة، خمسة الأهلي. الإرسال مع أي مع حسب صافرة الحكم الدولي أيمن الذهبي، والإرسال مع الترسانة أهو، إرسال من أعلى، عبد الله بيعد، وضربة خلفية من احمد صلاح، ومحاوله مره تانية من احمد سعيد، واحمد صلاح بيشوط ومره تانية ودفاع عن الملعب، ولكن بيجي في لاعب من الترسانه وتبقى خارج الملعب. والنقطه السادسه، سته النادي الاهلي، اثنين الترسانه. الاهلي خد الشوط الاول، اداله دفع للشوط الثاني. محمد صلاح كابتن محمد مصلحي بيدي وشه ليه عبد الرحمن سعودي عشان يقول له العب ارسال معين، او في نوع منهم اشارات، لغه الاشارات ما بين المدير الفني واللعيبه. ادي ارسال من اعلى عشان ما يضيعش الارسال، ودي محاوله مره ثانيه خارج الملعب، خارج الملعب، ولكن في اعتراض من لعيب الترسانه ومدرب الترسانه بيقول ان الكوره خارج الملعب، هيطلع كارت ولا حاجه. اهو كارت اهو لكابتن الفريق بتاع نادي الترسانه، انذار، مفيش اعتراض على اي حاجه. اهو رقم واحد في نادي الترسانه عمر نادر، ده انذار يعني او لفت نظر. والارسال مع النادي الاهلي، سبعه الاهلي، اثنين الترسانه. والارسال مع النادي الاهلي، عبد الرحمن سعودي، أيمن الذهبي بيشاور على الإرسال، والإرسال مع النادي الأهلي، إرسال من أعلى، استقبال ومحاولة كده وضربة ساحقة مرة تانية، إعداد وضربة ساحقة من الترسانة، ولكن النادي الأهلي واقف بالمرصاد، وإعداد أحمد صلاح، وضربة ساحقة من عبد الله عبد السلام، ولكن خارج الملعب يا عبد الله.
اهي خارج الملعب يا عبد الله. ارسال مع الترسانه، ارسال من اعلى استقبال النادي الاهلي، احمد عزب، اعداد من عبد الله عبد السلام، ولكن احمد سعيد ما عرفش يعديها. النقطة الرابعة للترسانة اهو، محمد عبد المحسن ما عرفش يعديها من حائط الصد الزوجي للترسانة اللي هو رقم 9 ورقم 2 اللي هم عمر اكرم وكريم احمد زعتر. معتز، كريم احمد معتز. وادي ارسال ضايع من نادي الترسانة، والنقطة الثامنة للنادي الاهلي، 8 الاهلي 4، دبل سكور، النتيجة دبل سكور. دبل سكور. احمد صلاح على الارسال، احسن كان واخد لقب احسن لاعب في العالم ويضيع الكره. تتعوض ان شاء الله يا ابو صلاح. ارسال من الترسانه رقم 2 عمر اكرم، استقبال احسن عبد الله، ضربه ساحقه من احمد عزف في مركز 4، ولكن في حائط صد، حائط الصد هنا وهنا من احسن ما يكون. النادي الاهلي بيلعب على حائط الصد اهو، حائط صد زوجي، وجاب النقطه التاسعه. 9 النادي الاهلي، 5 الترسانه، 22 احمد عزب على الارسال، بيلعب ارسال من اعلى اهو، استقبال، اعداد، وضربه ساحقه من نادي الترسانه، ودفاع عن الملعب احسن ولا اروع من ذلك. محمد رضا بيطلع الكرة من بره مرة تانية. يا محمد رضا يا ولد يا محمد، وادي ضربة ساحقة ونقطة، ولكن شبكة من لاعب النادي الأهلي محمد أحمد سعيد، وبيقول له لا أنا لبست الشبكة، وبيضحك وبيشاور أيمن الذهبي. نقطة لنادي الترسانة. الترسانة على الإرسال، ارسال من اعلى استقبال، وادي محاوله من محمد عبد المحسن، بيعدي المركز 3 مره ثانيه وخطا، كره مزدوجه من لاعب الترسانه، والنقطه 10، 10 الاهلي 6 الترسانه. ادي الكابتن محمد مصلحي بيشوف التاب في ايه، وعايز يا ترى هيغير حد او هيغير طريقه اللعب. ارسال من محمد عبد المحسن، استقبال، وادي محاولة تانية من النادي الأهلي، ولكن خارج الملعب، وجت تاتش بلوك، الحكم مشاور عليها تاتش بلوك، ونقطة لنادي الترسانة. إرسال نادي الترسانة، وادي خروج الليبرو، وادي دخول لاعب نادي الترسانة في المنطقة الهجومية. طبعا عارفين إن الليبرو بيبقى مكان في المنطقة الخلفية لحد ما تيجي تلف اللفة ويجي على الشبكة، وبيطلع وبينزل مكانه لاعب زميله. ضربة ساحقة من أحمد سعيد، وبيجيب النقطة 11. 11 الأهلي، 7 لنادي الترسانة. وعلى الإرسال النادي الأهلي، عبد الله عبد السلام. حداشر سبعة الترسانة، وادي استقبال، اعداد، مرة تانية ضربة ساحقة كده، حائط صد من النادي الاهلي، احمد صلاح وعبد الرحمن سعودي، مرة تانية حائط صد زوجي، نفس الحائط، وادي محائط بقى الناحية دي عبد الرحمن سعودي واحمد سعيد، وادي محاولة من نادي الترسانة لمتابعة الكرة، وادي النادي الاهلي، عبد الله بيرفع لناك لاحمد سعيد، وبتيجي حائط الصد الترسناوي، بتبقى خارج الملعب، ونقطة للنادي الاهلي. النقطة 12 الاهلي، 7 لنادي الترسانة. الاهلي بيلعب بكل اريحية، ولاعيبته طبعا كلهم بسم الله ما شاء الله، لعيبة كلهم دوليين ما عدا تقريبا احمد عزب، بس كان بيلعب في منتخب اعتقد الناشئين او الشباب. وادي نقطة لنادي الترسانة. ارسال مع نادي ترسانه رقم 1 عمر نادر، ارسال رقم 12 سوري عبد الرحمن محمد، وادي محاوله مره ثانيه عبد الله عبد السلام، وعاوز يعدي الكره احمد عزب، وبيعدي في مركز 5، وفعلا
خطأ كده من لاعبي الترسانة والنقطة 13 لنادي الأهلي. الأهلي 13 الترسانة 8. أهو أدي إرسال وأدي إعداد وأدي دفاع عن الملعب وأدي محاولة مرة ثانية أهي جت في رجل لاعب وعدت من تحت الشبكة وتبقى نقطة للنادي الأهلي. إرسال قوي أحمد سعيد وأدي محاولة مرة ثانية وضربة ساحقة ولكن تاتش بلوك ونقطة للنادي الترسانة. 9 الترسانة 13 الأهلي. وعلى الإرسال رقم 10 محمد أحمد راغب. استقبال النادي الأهلي محمد رضا وإعداد عبد الله وضربة ساحقة من أحمد عزب رقم 22. اللاعب ده هيبقى لاعب كويس جدا. ودي محاولة مرة ثانية أهو طالع وبيضرب هنا مسافة الوزن هي اللي بتتحكم تخلي اللاعب يلعب الضربة قوية وطبعا بيتمكن من الكورة. إرسال من أعلى عبد الرحمن سعودي استقبال محاولة مرة ثانية وأدي حائط صد في دفاع عن الملعب من أحمد سعيد. إعداد عبد الله ضربة ساحقة للثنائي عبد الله وأحمد بيجيب النقطة رقم 15 ويتقدم النادي الأهلي 15-9 فارق 6 نقاط. قلنا لكم إن الدوري ده بيتلعب بيه دوري مرتبط والليبرو ممكن يكون رئيس فريق أو مش رئيس فريق وإلغاء الأوقات المستقطعة. وادي النادي الاهلي مع الارسال وادي محاوله من النادي الترسانه وحائط صد احمد عزب والنقطه 16. 16 الاهلي 9 الترسانه وادي فارق 7 نقاط اهو. حائط صد اهو جميل من احمد من احمد عزب وطلب وقت مستقطع الكابتن الفني نصر مدير الفني نصر علي مدير الفني النادي الترسانه. وادي المدير الفني النادي الاهلي كابتن محمد مصير حميدي ومعاه كابتن تامر مجدي الجهاز الفني بقى للنادي الاهلي كده بيضم كابتن محمد مصير حميدي مدير فني تامر مجدي مدرب مساعد محمود جمعه مدرب دكتور سامح ضلام اصابات ملاعب احمد سعيد محلل اداء الحسن عبد المجيد مخطط احمال وايهاب فخر الدين طبيب الفريق وكابتن حسام مدلك واللواء خالد ابو زينه مدير الفريق وعامل غرفة الملابس أحمد رشاد. ده تشكيل الجهاز الفني للنادي الأهلي. أما تشكيل الجهاز الفني للنادي الترسانة نصر علي مدير فني محمد مدبولي مدرب مساعد أحمد محمد حسن مدرب مساعد ده اللاعب الكوبي أعتقد اللي هو بتاع النادي الأهلي اللي جابوه هنا مخرجنا اللي هو لسه لم يتم قيده اللي هو غياب عن المباراة الليبرو يوندر لم يتم تسجيله حتى الان ويغيب عن هذا اللقاء من النادي الاهلي احمد قطب عنده شد في الخلفيه الليبريو الكوبي يوندر انس شوقي صانع الالعاب ومحمد جمال عصران للخدمه العسكريه. الترسانه 10 الاهلي 16 والارسال مع نادي الترسانه استقبال الاهلي احمد سعيد عبد الله عبد السلام وسريعه من محمد عبد المحسن من مركز 3 ومحاوله مره ثانيه محمد رضا الليبرو عبد الله حائط صد مرة تانية عبد الله بيلعب هنا وهنا يمين وشمال وكرة مع نادي الترسانة وخارج الملعب ونقطة اهي لو اتعادت هتشوفوها في تاتش من نادي الترسانة والنقطة 17 في تغيير لنادي الترسانة لا النادي الاهلي سوري حسام يوسف رقم 12 هينزل معد الفريق الثاني مكان عبد الله عبد السلام. كابتن ميدو بقى بدأ يريح لاعبته واضح ان هو اطمأن على سيري الشوط الثاني. احمد صلاح على الارسال رقم 4 17 الاهلي ترسانه 10 برافو يا احمد وضربه ساحقه ومحاوله مره ثانيه من نادي الترسانه ولكن خارج الملعب ونقطه للنادي الاهلي النقطه 18 اهو محمد عبد المحسن ومحمد وحسام يوسف بيه كانوا هيصطدموا بعض ولكن هم خلوا بالهم من الكوره وفعلا الكوره عدت و18 الاهلي 10 للترسانه. ارسال من النادي الاهلي احمد صلاح استقبال عداد اهو وادي ضربه ساحقه خلفيه من احمد سعيد يا ولد يا ولد بيلعب لازم اللاعب الخلفي عشان يشوط لازم يكون الكوره مرفوعه له لاقل من الحافه العليا للشبكه اهو ميدو هيغير تاني اهو طالع وضارب متمكن احمد سعيد جاب بترول من الارض 19 ونزل رقم 8
عبد الرحمن الحسيني اهو هيلعب ارسال من اعلى اهو عبد الرحمن الحسيني مكان احمد اعتقد مكان احمد عزب عبد الرحمن الحسيني بيلعب مركز اربعه واحمد عزب مركز اربعه احمد صلاح والنقطه 20-10 النادي الاهلي دبل سكور وترسانه بيحاول يظبط اوراقه واخطائه اما النادي الاهلي طبعا واضح مستوى الفني الاعلى لصالح النادي الاهلي وادي نقطه لنادي ترسانه استقبال من محمد رضا رقم سبعه والنقطه خارج ونقطه لنادي ترسانه ادي جماهير النادي الاهلي القليله اللي موجوده في صاله الامير عبد الله الفيصل بفرع الجزيره وادي نقطه من حسام يوسف كده لا بتاعه المعدين كده بايد ذراعه الايسر والنقطه 21 للنادي الاهلي وتغييرات في صفوف نادي الترسانه كابتن ميدو اهو امام حضراتكم بيفكر وادي استقبال وادي محاوله من النادي الاهلي اعداد من محمد رضا وضربه ساحقه من محمد عبد المحسن احمد سعيد والنقطه 12 لنادي الترسانه اهو طالع احمد سعيد ولكن خارج الملعب يا احمد خارج الملعب الارسال مع الترسانه رقم واحد عمر نادر هيلعب من اعلى خارج الملعب يا عمر والنقطة 22 للنادي الأهلي 22 الأهلي غلط كده المسجل وكتب 2 جنب ال 21 يعني 212 تغيير اهو عبد الحليم عبو بقى بدأ ينزل بقى اللعيبة ويريح الأساسيين عبد الحليم عبو في مركز 3 نزله وغير وادي طريقة اللعب محاولة اهو عبد الحليم عبو رقم 3 اهو ورقم 4 احمد صلاح معاهم اهو لسه في ارض الملعب وطبعا هو خد سحب عبد الرحمن سعودي بيلعب في ثلاثات برضو ومحمد عبد المحسن اعتقد لا محمد محسن لسه في الملعب اهو ورا اهو ولكن عبد الرحمن سعودي هو اللي سحبه وادي النتيجة 23 النادي الاهلي 13 ترسانه والترسانه على الارسال وادي التغييرات زي ما قلت لحضراتكم لنادي الترسانه كابتن نصر حاول على قد ما يقدر ارسال من اعلى استقبال ادي اعداد لحسام يوسف ومحاوله احمد صلاح وتيجي في اللاعب وتبقى خارج الملعب والنقطه للنادي الاهلي 24 نقطه وينتهي الشوط الثاني لصالح النادي الاهلي فارق دلوقتي كام نقطة؟ 11 نقطة، 11 نقطة لصالح النادي الأهلي. واضح فارق الشكل الفني والأداء والمهارات والتكتيك. حائط صد من النادي الأهلي ولكن خارج الملعب ونقطة النادي الترسانة بنقطة 14. 10 نقاط فارق ورايح رقم 17 على الإرسال عبد الله أحمد إسماعيل ولا رقم 11 رقم 11 إسلام رضا. 24 الاهلي امام حضراتكم على الشاشه هو الشوط الثاني ومحاوله من عبد حسام يوسف وضربه ساحقه من عبد الحليم عبو والنقطه 25 وينتهي الشوط الثاني 25-14 لصالح النادي الاهلي وشوفنا الشوط الاول كده الاهلي متقدم شوطين غير من قابل لا شيء 25-15 25-14 الشوط الثاني و مع الشوط الثالث ان شاء الله و مع الشوط الثالث في مباراه الكره الطايره بين النادي الاهلي ونادي ترسانه من امام شاشه قناه النادي الاهلي اللي لسه جاي وبيشوف الماتش في الدوري الممتاز الف للكره الطايره رجال الشوطين الاول والثاني خلصوا لصالح النادي الاهلي بفارق نقاط 25-15 25-14 امام حضراتكم النادي الاهلي بزيه الاحمر على ايدك اليمين نفس اعتقد نفس التشكيل احمد سعيد عبد الرحمن سعودي
لا هو دفع بعبد الحليم عبو في مركز ثلاثة، وادي امام حضراتكم احمد سعيد، وادي لا هو عمل تشكيله جديده او نزل بيها، يعني هو خلى عبد الله عبد السلام وحسام يوسف مكانه ونزل في المعد، وادي لاعب رقم 19 زياد اسامه ناشئ اللي كان بيلعب في 17 سنه، وده لاعب كويس جدا وبيلعب في مركز اثنين، وموجود احمد سعيد، وموجود عبد الرحمن سعودي رقم 5، وموجود رقم 8 عبد الرحمن الحسيني. وادي امام حضراتكم على الجهه اليسرى نادي الترسانه بزيه الازرق، والشوط الثالث والجوله الثالثه في الكره الطايره في دوري الكره الطايره رجال الممتاز الف في صاله النادي الاهلي، صاله الامير عبد الله الفيصل بفرع الاهلي بالجزيره، وتقدم وادي جماهير النادي الاهلي اللي بتحيي النادي، وفي ان هو متقدم شوطين 25 15 25 14. ادي احمد سعيد امام حضراتكم لاعب النادي الاهلي، وادي ارسال من نادي الترسانه خارج الملعب والنقطه الاولى للنادي الاهلي. واعتقد ان كابتن محمد مصلحي ميدو وهو جهاز الفني تامر مجدي ومحمود جمعه عملوا توليفه جديده في الشوط الثالث، ودفعوا بكابتن رقم 19 زياد اسامه اللاعب بتاع الناشئين، وادي دفع بحسام يوسف في مركز المعد، وادي ارسال ضيع من حسام يوسف، والنقطه نقطه التعادل للترسانه، وبيلعب برقم 8 عبد الرحمن الحسيني اللي هو بيلعب في مركز اربعات، وطبعا شد احمد عزب وشد احمد صلاح وشد عبد الله عبد السلام، وبيحاول ان هو يلعب دول عشان هو اطمئن لنتيجه المباراه، ولكن الشوط الثالث يعني 2-1 للترسانه، اول مره الترسانه يتقدم 2 الترسانه 1 الاهلي، والارسال مع نادي الترسانه. يلا يا رجاله، ادي ادي حسام يوسف، وادي نقطه ومحاوله كده، ولكن في دفاع عن الملعب من النادي الاهلي، مره ثانيه اهو بيعدي النادي الترسانه، استقبال محمد رضا، حسام يوسف وعبد الحليم في مركز ثلاثه سريع، وبيجيب نقطه التعادل عبد الحليم عبو 2-2. عبد الحليم عبو لاعب النادي الاهلي رقم 3، وقلنا ان الاهلي متصدر المجموعه الثالثه اللي هي فيها الاهلي وبتروجيت الثاني وبترسانه ومصر البترول واسكندريه البترول وبنها. اما المجموعه الثانيه المجموعه الاولى المجموعه الثانيه بيلعب الاتحاد متصدر المجموعه بست نقاط، يليه الطيران بست نقاط، سبورتنج 5، الزهور ونقطه، واكتوبر والصيد ما لهمش ولا نقطه. المرتبط هناك في مجموعه الاهلي، الاهلي الاول برضه بست نقاط، بتروجيت الثاني، الترسانه الثالث، ترسانه 3، مصر البترول 3، اسكندريه وبنها ما لهمش ولا نقطه في مرتبط. المركز المجموعه الرابعه الجيش في الاول، هليوبلس الثاني، والقناه الثالث، الشمس الرابع، التخليه الخامس، جزيره الورد ملوش ولا نقطه في المركز السادس والاخير. المرتبط الشمس الاول مختلفه شويه، هليوبلس الثاني 6 نقاط والشمس 6، الداخليه الثالث بثلاث نقاط، الجيش الثالث 3 نقاط، جزيره الورد الخامس بدون نقاط، والقناه في السادس في المركز السادس بدون نقاط. دي المجموعه الرابعه والمجموعه الثالثه والمجموعه الثانيه. المجموعه الاولى نادي الزمالك الاول، التالي الثاني سموحه، الثالث ديلفي، الرابع استر كومباني 3 نقاط، الاعلاميين والمنيا الخامس والسادس بدون نقاط. ادي النتيجه امام حضراتكم على الشاشه، والارسال مع النادي الاهلي عبد الحليم عبو رقم 3 وتقدم، والثلاثه الاهلي 4 ترسانه. الارسال مع عبد الحليم عبو، يلا يا رجاله، كابتن نصر قلع التيشيرت كده بقى، وايه قلع الترنج يعني وفضل بالتيشيرت بتاعه، وادي نقطه لنادي الترسانه النقطه الخامسه، 5 للترسانه 3 للاهلي. كابتن ميدو اكيد يا اما هياخد وقت مستقطع يا اما هيعمل تغيير، هو هنشوف هيعمل ايه. ارسال من اعلى الترسانه خارج الملعب، خارج الملعب، ولكن في اعتراض من بعض لاعبي الترسانه ان هي داخل الملعب. نقطه للنادي الاهلي، 4 الاهلي، وعلى الارسال لاعب النادي الاهلي. رقم 19 اعتقد زياد اسامه بيلعب، ارسال من اعلى، استقبال، لعبها كده المعد، حولها وجاب منها نقطه، جاب نقطه رقم 6،
ستة ترسانة، أربعة الأهلي. وبنقول بنفكر حضراتكم إن الأهلي متقدم في الأشواط وفارق نقاط كبير، الشوط الأول 25-15 والشوط الثاني 25-14. ويسال مع الترسانة، ستة ترسانة، أربعة النادي الأهلي. إرسال استقبال الأهلي أحمد سعيد، ومحاولة كده من حسام يوسف، ولكن في بيجيب منها نقطة، والنقطة رقم خمسة. والإرسال مع النادي الأهلي، أحمد سعيد على الإرسال، يلا يا أبو حميد. أحمد سعيد على الإرسال، إرسال من أعلى، استقبال ومحاولة مرة تانية من الدفاع النادي الأهلي، ولكن أحمد سعيد كان الدفاع بتاعه كان عايز تتقدم خطوة عشان تستقبل الكرة كويس. أهي أدي أدي الشوطة، وأدي حاط الصد، وأدي محاولة من أحمد، ولكن هي قوية ارتطمت في أحمد سعيد ورجعت، لكن مفيش حد من اللعيبة قدر يلحقها. أدي إرسال تاني، وأدي حسام يوسف وضرب ساحق من مركز ثلاثة من عبد الرحمن سعودي، ومحاولة مرة تانية من الذراع الأيسر من زياد أسامة في مركز اثنين، وبيجيب نقطة ستة. أهو زياد أسامة ده لاعب ما لاعب فريق الناشئين في النادي الأهلي 17 سنة. وأدي أهو حسام يوسف وطلع وضرب، ده أحمد صلاح التاني، بيفكرنا بكابتن أيمن رشدي لاعب النادي الأهلي بذراعه الأيسر أيضا، وأحمد صلاح زميله طبعا ويعتبر كابتنه وأقدم منه في الفريق. نقطة ثمانية لنادي الترسانة، ترسانة 8 الأهلي 6. هي الزمارة اللي انتوا بتسمعوها دي أو الصافرة دي بتبقى كانت دايما بتتعمل عند النقطة الثامنة. أدي كابتن مصلحي بيحاول بيفكر يشوف إيه اللي هيحصل، وأدي إرسال ضايع أهو تاني مرة، إرسال ضايع من نادي الترسانة. 7 الأهلي، 8 الترسانة، ورايح حسام يوسف على الإرسال، وأدي اللاعب رقم 6 اللي هو المحترف الإيطالي لسه هيبدأ يجربه، كابتن محمد مصلحي لوجي سيلفر توري المحترف الإيطالي، وبيلعب في مركز 4. محاولة من نادي ترسانة، ودفاع عن الملعب محمد رضا، محمد رضا ولا مين ده؟ إبراهيم رسلان رقم 20، ده الليبرو الثاني، الليبرو الثاني، مش أنا قلت لحضراتكم إن هو عمل توليفة جديدة كابتن مصلحي وعايز 8-8 والتعادل. يلا يلا يا حسام، حسام يوسف على الإرسال رقم 12، بيلعب إرسال من أعلى وضربة قوية ومحاولة من، وادي حائط الصد والكرة داخل الملعب، نقطة لنادي الترسانة، النقطة التاسعة. على الإرسال رقم 10 من نادي الترسانة، محمد أحمد راغب. إرسال قوي، استقبال إسلام، محاولة مرة تانية بضربة ساحقة من نادي الأهلي رقم 8 عبد الرحمن الحسيني يا ولد، ويجيب النقطة التاسعة، نقطة التعادل. الحسيني على الإرسال، بيقام النهاردة 12 مباراة في مجموعة النادي الأهلي المجموعة الثالثة، طبعا ماتش الأهلي وترسانة ده، بنها واسكندرية البترول، بتروجيت مصر البترول في المجموعة الثانية، الصيد 6 أكتوبر، والاتحاد السكندري وسبورتنج، والطيران والزهور. يا ولد يا ولد يا رسلان، لسه عايزه توفيق شويه. نقطه 10 للترسانه، 9 للنادي الاهلي، اهي رسلان رايح عليها، اهي لسه هياخد خبره، لسه المجموعه الاولى الاعلاميين والمنيا الزمالك وديلفي سموحه وايسترن كومباني، المجموعه الرابعه جزيره الورد والداخليه والجيش والقناة وهليوبلس والشمس، دي 12 مباراة اللي في الدوري الممتاز ألف الجولة الثالثة النهاردة، مقامة بتتلعب كل يوم سبت ويوم ثلاث، وبالتوفيق للنادي الأهلي بطل الأبطال اللي طبعا إنجازاته كتيرة وعديدة في أفريقيا والعالم والدوري المحلي. وادي ضربة ساحقة ومحاولة للدفاع عن الملعب من حسام يوسف، ولكن نقطة التقدم لنادي الترسانة. الإرسال مع 17 من الترسانة، عبد الله أحمد إسماعيل، أدي إرسال من أعلى مع الوزن،
استقبال ابراهيم رسلان، اعداد حسام يوسف، وادي ضربه ساحقه احمد سعيد، ودفاع عن الملعب مره ثانيه، واحمد سعيد بيعدي بجر، استقبال مره ثانيه بجر من الترسانه، ودي ضرب خلفي وحائط صد، ونقطه لنادي الترسانه، النقطه رقم 12. 12 الترسانه، 10 النادي الاهلي. ارسال من نادي الترسانه، كابتن مصلحي طبعا. ادي ارسال ضايع، ارسال ثالث مره يضيع ارسال من نادي الترسانه. نقطه 11، 11 الاهلي، 12 الترسانه. وعلى الارسال لاعب النادي الاهلي زياد اسامه رقم 19، بيلعب من الناشئين، لاعب كويس جدا، ذراع الايسر تحت 17 سنه. ارسال قوي، اعداد ترسانه، وضربه ساحقه ومحاوله ولكن خارج الملعب، ونقطه للنادي الاهلي ونقطه التعادل. 12-12 الاهلي تعادل عديد من المرات، هذا الشوط هو اللي بيتعادل، كان المره اللي فاتت او الشوط اللي فاتت كان ترسانه بيتعادل وبيجي عند النقطه العشره وستوب، ولكن هذا الشوط النادي الاهلي بيتعادل 12-12. وادي ضربه، وادي ارسال قوي من النادي الاهلي زياد اسامه، ومحاوله مره ثانيه، ودفاع عن الملعب، وادي ضربه ساحقه من احمد سعيد، وبيجيب نقطه التقدم، نقطه 13، ويتقدم النادي الاهلي 13 الاهلي، 12 الترسانه. اهو احمد سعيد طالع، وفين فين يوجعك، وقت مستقطع طلبه الكابتن، اكيد الكابتن نصر علي طبعا، لانه شاف ان كان في فارق نقاط لصالحه. وادي كابتن ميدو بيكلم لعيبه الاهلي عبد الرحمن سعودي، عايزين نفرق وعايزين نفوز الشوط ده. وادي شفت بيشد من قزر ابراهيم رسلان ليبرو الفريق، وادي نادي الترسانه، كابتن نصر علي ومحمد مدبولي مساعده. انتهى الوقت المستقطع لطلب كابتن نصر علي مدير فني النادي الترسانه. وادي زياد اسامه اللي بقول لحضراتكم عليه، ولد ان شاء الله هيكون ساطع في نجم الكره الطايره، وهيكون من احسن الضريبه اللي في مصر وافريقيا باذن الله. استقبال، اعداد، ودي ضربه ساحقه ومحاوله ورسلان، ولكن لسه ما خدش الخبره، لسه ما خدش الخبره رسلان، ونقطه التعادل للترسانه. 13-13 والارسال مع الترسانه، اهو ابراهيم رسلان لسه بيحاول، وادي اعداد، محاوله مره ثانيه بالصواب بالبجر لعبد الرحمن سعودي، وضربه ساحقه من زياد اسامه من مركز اثنين مره ثانيه، حائط صد، ولكن مفيش تغطيه يا جماعه، لازم نغطي على حائط الصد والضارب عشان الكوره تبقى في ملعبنا. الارسال مع الترسانه رقم واحد عمر نادر، وادي استقبال النادي الاهلي، قدامنا حسام يوسف، وادي لعيبه خارج الملعب، والارسال الخامس ضايع بره. 14-14 النادي الاهلي والنادي الترسانه في الجوله الثالثه في بطوله الدوري الممتاز الف للكره الطايره رجال. وادي ارسال قوي من النادي الاهلي من احمد سعيد، وضربه ساحقه وحائط صد في دبل سكور او على نادي الترسانه، وده اول تقدم لنادي الاهلي، تقدم قبل كده كانت 8 تقريبا او 11 10، ادي دلوقتي 15-14 اهو ادي حائط صد زوجي عبد الرحمن سعودي وحسام يوسف، ولكن في خطا يا احمد يا سعيد، وادي نقطه التعادل لنادي الترسانه، ورايح رقم 9 كريم احمد معتز على الارسال نادي الترسانه. ادي جماهير النادي الاهلي اللي بتشاهد الكره الطايره، وادي استقبال اعداد من النادي الاهلي من الحسيني، وبيضرب زياد اسامه ولكن بتيجي في الشبكه، معلش يا زياد. النقطه 16 دي الصافره بتاعه الملعب دي، عشان كان بيبقى في وقت مستقطع عند النقطه 16 ونقطه 8، ولكن تم الغائها الاتحاد الدولي لزياده سرعه اللعب. استقبال
اعداد وضربه ساحقه من رقم 8 الحسيني عبد الرحمن الحسيني، وادي محاوله ثانيه في اثنين عندنا عبد الرحمن، خلي بالنا، وادي نقطه من زياد اسامه رقم 17 رقم 19 وبيجيب النقطه 16 ونقطه التعادل. عندنا اثنين عبد الرحمن، عبد الرحمن سعودي ده بيلعب ثلاثات، وده عبد الرحمن الحسيني بيلعب في مركز اربعه. دول زمايل في الملعب. عبد الرحمن الحسيني ده اخو محمد الحسيني، كان في النادي الاهلي، وعيله الحسيني كلها تلعب كره طايره، في عائلات كده في الكره الطايره طبعا احنا عارفينها كلنا في النادي الاهلي، عيله عبد القادر وعيله رؤوف عبد القادر، محمود ونورال وكابتن رؤوف، وعيله صلاح، احمد صلاح وياسر صلاح ومحمد صلاح، دول كلهم اخوات كانوا في الاهلي بيلعبوا كره طايره، وعائلات تانيه طبعا. ادي كوره مع نادي الترسانه، وفي خطا على نادي الترسانه، ونقطه التقدم للنادي الاهلي 18 الاهلي 16، وادي الاهلي فرق نقطتين اهو خلاص. هو الماتش مش قوي يعني بالنسبه للنادي الاهلي، ان يعني الاهلي اعلى او الاعلى فنيا والاحسن فنيا هو بنسبه 70%، فوق يعني نقول جيد. ادي كوره خارج الملعب والنقطه 17 لنادي الترسانه اهو. حسام طالع وضارب، ولكن عبد الرحمن سعودي بيقول لهم انا، طب انا اعمل ايه، انا هو نزل والكوره جت. الاهلي 18 17 الترسانه، وادي الاستقبال للنادي الاهلي، وادي اعداد ضربه ساحقه يا ولد من رقم 8 عبد الرحمن الحسيني، مركز اربعه، بيلعب في مركز اربعه وجاب نقطه 19. الاهلي طبعا عايز ياخد الجيم ده عشان يفوز بهذا الشوط ويتربع على مجموعته بالعلامه الكامله، ثلاثة فوز في ثلاث مباريات يبقى 9 نقاط. ادي الاعداد، محاوله مره ثانيه من نادي الترسانه، ولكن داخل الملعب، الكره دي داخل الملعب، ونقطه للترسانه، نقطه 17. طالع اهو رقم 10 محمد احمد راغب، وضرب طلع حائط جماعي من النادي الاهلي، والكوره في الملعب. الارسال مع نادي ترسانه. الاهلي طبعا عايز يخلص او عايز يخلص هذا الجيم لصالحه عشان يفوز بهذا اللقاء 3-0. وادي ضربه ساحقه قويه خارج الملعب، خارج الملعب، نقطه لنادي ترسانه. الارسال مع النادي الاهلي، ووقت مستقطع خده كده اعتقد كابتن 19 19، وقت مستقطع طلب الكابتن نصر اكيد. هو تعادل دلوقتي 19 19، وادي في تعليمات، وكان في اعتراض من حسام يوسف مع الكابتن ايمن الذهبي حكم اللقاء على الكره اللي فاتت دي. ادي الكابتن ايمن الذهبي امام حضراتكم. الارسال مع نادي الترسانه، احمد صلاح اهو ومعاه الايطالي اللي هو رقم 6 اللي عاوز يجربه لوجي سيلفا توري. وادي اعداد خلفي وحائط صد من نادي الترسانه بعيده قوي، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 20 20 النادي الاهلي. وطبعا الماتشات دي كلها يعني هو الاهلي اكيد يعني جايب الاثنين محترفين، واحد كوبي قاعد بره اهو قدام حضراتكم في المقصوره الرئيسيه، تيشيرت هو وزوجته وابنه، ده ليبرو، ومعانا اللاعب الايطالي ده موجود هنا. في كده كره تقريبا جت قويه، جت في عين احد لاعبي نادي الترسانه، هيغيره اكيد الكابتن نصر علي رقم 1 عمر نادر، راح يعتذر له. بص الاخلاق، بص اخلاق النادي الاهلي، اخلاق جميله ولفته جميله من لاعب النادي الاهلي عبد الرحمن الحسيني، هو اللي شايط وراح يعتذر لزميله في نادي الترسانه عمر نادر، يقول له معلش انا ما كنتش قصدها. ده
دي بقى دي المبادئ والاخلاق وحاجات كتير قوي تتقال تتحط عليها 50 تحتها 50 خط. عبد الرحمن بيلعب الارسال اهو استقبال، وادي محاوله مره تانية من نادي ترسانه خارج الملعب، خارج الملعب، والنقطه 20 للنادي الاهلي، 21، وعبد الرحمن على الارسال، ما زال على الارسال. مش هنتكلم تاني في يعني، بنقول عبد الرحمن الحسيني عمل موقف يعني، مشي من ملعبه راح ملعب التاني عشان يعتذر لعمر نادر اللي الكره جت فيه غصب عنه وهو شايط. هارد لك يا كابتن حسيني. ها اتصد، ونقطه للنادي الاهلي، النقطه 22، والاهلي اقترب من نهايه هذا الشوط واللقاء. 22 النادي الاهلي، 19 نادي ترسانه. اهو ها اتصد جميل زوجي من عبو وزياد اسامه، بسم الله ما شاء الله، الاثنين طول يعني ما شاء الله. هو وقت مستقطع، كابتن مصلح بيتكلم مع كابتن عبد الحليم عبو بيقول له يعني اقفل زاويه الصد عشان الكرات اللي ساعات بتعدي، وبيكلموا معاهم اهم، وفي تفاهم وفي كده ود وحب. وطبعا هو مصلح عايز يثبت لنفسه ان اللعيبه دي تسد في اي وقت، والفريق اللي خرج زي عبد الله عبد السلام واحمد صلاح وعبد الرحمن السعودي ومحمد عبد المحسن وكل دول يسدوا في اي وقت، واحمد عزب. ادي استقبال وعج وضربه ساحقه من زياد اسامه اللي استغل الكره كده وجاب النقطه 23. يا جمال ويا جمال ويا زياد. زياد ده قلنا ان شاء الله يكون خليفه احمد صلاح وفي الملاعب بيلعب في مركز اثنين، واحمد صلاح بيلعب مركز اثنين. ادي نقطة ايس ايس يا واد يا عبد الرحمن، عبد الرحمن الحسيني النقطة 24. عبد الرحمن الحسيني يا ولد يا ولد يا ولد، رقم 8 والنقطة 24 ونقطة، وينتهي هذا الشوط واللقاء للنادي الأهلي في الجولة الثالثة. هذا اللقاء كله أخلاق وكله دروس وعبر وحاجات كتير قوي. استقبال نادي الترسانه ومحاوله وحائط صد زوجي، ولكن خطا من احمد سعيد وعبد الحليم عبو في الشبكه، عبد الحليم عبو. وادي الارسال مع نادي الترسانه، و20 الترسانه 24 النادي الاهلي. ادي ارسال من ترسانه، استقبال النادي الاهلي احمد سعيد، اعداد حسام يوسف، وادي زياد بيضرب عايز يجيب النقطه الاخيره وينهي هذا الشوط وهذا اللقاء. وادي حسام يوسف مره ثانيه، وادي ضربه ساحقه اعداد الترسانه، وادي محاوله من النادي الاهلي الحسيني، وزياد بيلعب الكره كده بذراعه الايسر مره ثانيه ومحاوله وحائط صد ولكن خارج الملعب. بيعترض او بيتكلم مع الحكم احمد سعيد ويقول له دي جايه تاتش، قال له لا ده هي خارج الملعب، والنقطه 21 لنادي الترسانه، 21 الترسانه 24 لنادي الاهلي، ونقطه وينتهي هذا اللقاء او هذا الجيم لصالح النادي الاهلي. ادي ارسال واستقبال النادي الاهلي ومحاوله مره ثانيه في حائط صد من النادي الاهلي كده من عبد الحليم عبو بيلعبها على مرتين مرة تانية، اسلام رسلان اعداد، وادي ضربة ساحقة يا ولد من احمد سعيد مرة تانية، نادي الترسانة بيرد، ونقطة 22 الترسانة 24 النادي الاهلي. وقت مستقطع كده طلبه الكابتن ميدو محمد مصالح ميدو المدير الفني للنادي الاهلي، طبعا هو عايز يمتص حماس لاعبي نادي الترسانه وعايز يريح لعيبه عشان ياخدوا النقطه اللي فاضله وينهي هذا اللقاء وهذا الشوط لصالحه. ادي الكابتن نصر متحفز جدا في تعليماته للاعبه رقم 10 لاعب محمد احمد راغب، تعليمات كده. وادي الارسال مع ادي النتيجه امام حضراتكم 24 نادي الاهلي 22 نادي الترسانه، نقطة وينتهي هذا اللقاء لصالح النادي الأهلي. إرسال من أعلى استقبال النادي الأهلي،
اعداد وضربه ساحقه وينتهي هذا اللقاء. عبد الحليم عبو وضربه ساحقه 25-22 بينتهي هذا اللقاء بثلاثه اشواط مقابل لا شيء للنادي الاهلي. الشوط في دوري الكره الطايره الممتاز الف، الشوط الاول 25 الاهلي 15، الترسانه 25-14، 25-22 وينتهي هذا الشوط لصالح النادي الاهلي. وتصدر الاهلي مجموعته الثالثه برصيد 6 نقاط، فيما في رصيد 9 نقاط بعد الفوز في المباريات الثلاثه بنها والاسكندريه البترول وعلى الترسانه. والى لقاءات اخرى ان شاء الله مع محدثكم دكتور مروان صالح، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.